وهذا من حكمة الزوج في التعامل مع مثل هذه الأشياء. طيب يا شيخ، هناك قضية جدلية يعني يكثر النقاش حولها، والبعض بعض الزوجات يعني تستخدمها كشماعة حينما يتحدث الزوج عن التعدد أو يطرق موضوع التعدد حقيقة، وهو أن الزوجة الثانية يكون لها الحظ الوافر وتظلم الزوجة الأولى وتهمش ويكون لا يكون لها أي عناية. حدثني يا شيخ عن هذا المبدأ. طبعا هذا كلام يطول، يعني بعضهم تقول له لا تغثني، اذا فتح مع الموضوع يقول لا يعني خلاص لا تكدر خاطر يعني، وبعضهم يقول لا تقول له يعني اذا تبغى تسويها روح سويها من وراي، وبعضهم تقول له لا لازم ادري عن كل شيء، وبعضهم هو يسويها من وراها بعدين تصير قضيه كبيره، وبعضهم يفتح الموضوع ويفتح الموضوع ولا يسوي شيء. بس يعني الان المهم في الموضوع، الله اباح للرجل ان يتزوج باكثر من واحده، طبعا واحد يزنها يعني يزينها، هل العمليه تسوى؟ انه يعني في اجر يعني مثلا النفقه ستزيد، الاحمال الماليه والاعباء الماديه ستزيد، هل هو مستعد ان يتحمل ولا لا، ولا غدا يضطر ان يطلق احداهما؟ لا بده يحسبك. فاذا حسبها من جميع الجهات وانه مستعد يتحمل وجع الراس الذي سينتج عن ثنتين والغيره والاشياء والمعارك وكذا كلام، فإذا تبين له بالرغم من كل ذلك أن الزواج خلاص المسألة هو تصل عنده إلى الحرام، إذا ما تزوج يمكن يقع في الحرام. طيب هو الآن تزوج، المهم أن يعدل ولا تصير القضية يعني يميل كل الميل يعني يذرها كالمعلقة. ومن المعاشرة بالمعروف أن لا يهجر زوجته الأولى مثلا، قد يتزوج امرأة صغيرة وخلاص هذيك الكبيرة كان خلاص أحيلت على التقاعد. لما تزوج عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت الجودي آثرها على نسائه، خلاص الجديدة هذه الحظوة المحظية، حتى شكينه إلى عائشة، يعني الزوجات الأخريات اشتكينا إلى عائشة. طبعا عبد الرحمن بن أبي بكر وهذه أختهم عائشة ففي منزلة، فعاتبته على ذلك. فالذي حصل أن الرجل جفى زوجته الجديدة ردة فعل أو مناسبة أخرى، حتى شكته إلى عائشة الزوجة الجديدة، فقالت عائشة يا عبد الرحمن أحببت ليلى فأفرطته وأبغضتها فأفرطته، فإما أن تنصفها وإما أن تجهزها إلى أهلها، فجهزها إلى أهلها. طيب لعلنا شيخ بقي تقريبا دقيقتان، نصائح لتلافي الخلافات بين الزوجين نختم بها هذا اللقاء المبارك. يعني شوف، اولا قضيه ذات الدين، هي يعني تحرص على صاحب الدين وهو يحرص على ذات الدين. جميل. والانسان ترى قد يبتلى اذا وعد تزوج لحق مرأة لجمالها ولنسبها، مثل ما جاء رجل سفيان عيينة فقال اشكو اليك من فلانه، يعني امرأتي، انا اذل الاشياء عندها واحقرها، احقر شيء انا عندها في حياتي. شوف سفيان بن عيينة هذا رجل حكيم، فاطرق مليا ثم رفع راسه فقال لعلك رغبت إليها لتزداد عزا، لا يكون تزوجت هالمرأة هذه لأن صاحبة حسب ونسب وتبغى ترفع نفسك بالزواج منها، فرحت لفوق دنيويا حتى تظن نفسك يعني. قال نعم، هو فعلا كذا يعني. قال من ذهب إلى العز ابتلي بالذل، ومن ذهب إلى المال ابتلي بالفقر، ومن ذهب إلى الدين يجمع الله له العز والمال مع الدين. وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حسان؟ فلا تجعل الحسن الدليل على الفتاة، فما كل مسقول الحديد يماني. اثنين، حدد موضع النزاع وركز عليه لأجل إنهاء المسألة وغلق الملف بأسرع وقت، ما نتشعب في قضايا أخرى ما الآن، هذه المشكلة محددة ومعروفة. ثلاثة، لا تنسوا الفضل بينكم، يعني كل واحد عنده سلبيات وإيجابيات، وإذا كان الشيء في الماضي يعني، وما أحسن ما فعلته زوجة القاضي شريح في ليلة البناء عندما قالت له أحب أن تخبرني بكل شيء تحبه فأتبعه وبكل شيء تكرهه فأجتنبه، فقال ما سمعت من حسنة فأفشيها وما سمعت من سيئة فتهنيها. ثم الاعتراف بالخطأ وعدم اللجاجة، يعني خلاص الواحد إذا أخطأ يقول أخطأت، ما قضية المماراة تزيد الأمور تعقيدا وما توصل إلى نتيجة. بعد ذلك الصبر على الطبائع المتأصلة، خصوصا مثلا المرأة خلقت من ضلع عوج، ما في أنت تريد امرأة معدلة من كل الجوانب، ما في فائدة. قضية الغيرة مثلا، عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام غارت أمكم، ثم بعد ذلك الرضا بما قسم الله تعالى، وأن الواحد يعني
هذا قسمه الله سبحانه وتعالى قسمه له، هي هذا زوجها قسمه الله لها، ترضى به. الرضا والقناعة هذه تجعل العيشة جميلة. ثم لا ننسى التنازل عن بعض الحقوق، يعني مو دائما لازم يستقصي الإنسان ويأخذ حقه كاملا. ثم نقول للرجل أصلح نفسك تصلح لك زوجتك، استقم أنت تستقيم الزوجة، وما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فمن أسباب قلة خلافات زوجية عند السلف أنه كان في استقامة، ترى من أسباب كثرة مشاكل الآن معاصي. كثرة المعاصي، إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق زوجتي. فإذا هذه الأشياء طيب. التي تجعل الحياة تستمر طيبة، كما قال شريح، مكثت معي امرأتي 20 سنة لم أعتب عليها في شيء إلا مرة واحدة. الإمام أحمد يقول أقامت معي أم صالح 30 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة، لأنه كان في ورع وكان في خوف من الله وكان في تقوى. هذا ما نحتاجه اليوم. جميل، شكر الله لكم شيخ محمد، شكر لكم، حياكم الله، أهلا ومرحبا. شكر لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لنا في برنامجكم الراصد. إلى لقاء متجدد، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية جوال زاد، يا نور علم شاع في دنيا العباد، جوال زاد يا سقي خير عم في كل البلاد، جوال زاد يا نبت بر والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، كأنصع المرايا يقدم الوصايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا.